مالش بقلبي وشو اللي صار. ما بخاف لو حكيت الجنة تقلب نار. شو بخاف احكي لك شي مرة عن عذابي، اشكي لك علي قهر شبابي. هالحقيقة ولو شي نهار ما بخاف كون معك جريء أو ما انهار. شو بخاف أرضى باللي انكتب لي بحياتي، أصرخ وما حدا يسمع آهاتي. ما شوي. لا فيني الصبح ما بحب احكي معهم، مش خليني اتزهر من القهوة. بس لازم احكي لك شغلة. خير شو في؟ ضميري عم يأنبني. بدي اقول لك انه انا كذبت عليك وحكيت لسوسن اللي صار فيني وبينك. على فكرة أنا شفت بحياتي ناس كذابين وملعبين، بس مثلك لا شافت عيني ولا رأيت. صحيح ضميرك؟ صحيح بعد ما نبهتك منى وقررت تعترفي؟ ما عم افهم عليك، شو دخلها منى؟ هي قالت لك، قالت لك انه انا عرفت الحقيقه. احكي له عشان ما شك بشغلات اكبر. والله العظيم انه منى ما قالت لي شيء. لا تحلفي، لا تحلفي كذبوا لك. روح اسال منى اذا مانك مصدقني. ما بدي اسال منى، منى بتحبك مشان هيك ما بتحكي الحقيقه. حلف على القران. ما بدي حلف حدا. غالب مشان الله انا ما صدقت على الله انك رقت علي وصرت منيح معي وصرت بتحبني وسامحتني جبك. شوفي وليه؟ انت بكذبك ضيعتي على حالك الفرصه. تذكري بس كم مره قلك السؤال وما جاوبين، رد ارجع عدلك السؤال. لانه خفت منك، خفت سؤال يجر سؤال، سؤال يجر سؤال ونرجع مثل ما كنا، وانا ما بدي ارجع مثل ما كنا. يا ريت نرجع مثل ما كنا قبل، بس كذبتي. ليش ضيعتي الفرصه اللي اعطيتك اياها؟ ليش؟ لاني حيواني ولانه حظي نحس. لا ومشان هيك، لأنه الكذب بدمك. صدقني يا فتحي، الإنسان اللي حبيته بحياتي ولازلت بحبه وبتمنى اقضي بقيه عمري معها لحتى اموت هي لها. متوقع تكون روعه؟ ابدا، روعه مجرد نسبه.
معقولة أنت تنزع حياتك مع الإنسان اللي بتحبها كرمال نزوة؟ معقول، وين المشكلة؟ لأنه هاي النزوة بحد ذاتها هي اللي خلتني استمر مع الهام وشعر بحالي وكأني لازلت عريس. شو؟ بلا معلومك يا صاحبي، اللحن بيخاوي، يعني بعد 5 سنين زواج بتحس بحالك وقت بتحط ايدك على مرتك كأنك عم تحط ايدك على مرت خالك. يا سلام على الرومانسية. فالعلاقة بروعة هي اللي عم تجدد حياتي مع الهام. طيب ما أنبك ضميرك؟ بلا، بس أحيانا عم بتآمر على ضميري وعم بقنعه إنه الشي اللي عم ساوي صح، يعني هدية حلوة للهام، مشوار حلو للهام، وكمان عم بدعمها بشغلة، لأنه أنت بتعرف الهام حابة تصير مديرة الخدمات الفنية بالمحافظة. بعد احترامي لعواطفك، أنت عم تدعم الهام لمصلحتك الخاصة، مو لسواد عيونه. أعتبر كلامك مظبوط، وين المشكلة؟ إذا كنت عم فيده وأنا أستفيد بنفس الوقت. أكيد مو غلط، بس هلا إجا وقت الحساب. شو وصفت هي؟ كأنك بدك تشمت فيني مثلا؟ لا أبدا، بس أنت هلا بورطة وما بتعرف كيف بدك تطلع منها. الصراحة مظبوط يا صاحبي، أنا بورطة كبيرة ومالي عارفان شلون بدي أطلع منها. لحتى أعرف مين هالبنت الأوادم يلي عم تشتغل فيني وبعائلتي. تعبان يا فتحي، تعبان. اسمعي، أنا رح أعطيك فرصة تانية. يا ريت. بس بشرط. أنا جاهزة أي شيء بدك، جاهزة أعمله، بس أنت تكون رضيان علي. لا لا، شرطه بسيطة كثير الموضوع. بدي تسدي معي وتقولي لي الحقيقة. قصدك مأمون؟ مع مأمون وغيره. لأنه أكيد في حدا بعده. هذا اللي كنت خايفة منه. شو احلف لك انه ما كان في حدا. اسمعيني منيح، تحملي حالك وبتنقلعي على غرفتك، تسكري على حالك الباب، وهدي صفني على اقل من مالك، معك ساعه تفكري منيح وتتذكري منيح، وعم بستنى لاسمع منك. شو بدي فكر؟ والحرف، اقلعي على غرفتك. يلا يلا بسرعة. معك ساعة. ها منيح اني لقيتك لحالك. خير؟ اسمعي ولي، رح احاكيكي كلمتين. اللعبة اللي عم تلعبيها معي ما رح تفيدك، بالعكس رح تقطع لك رزقك. رزقي على الله. بس انت عن شو عم تحكي؟ انت بتعرفي منيح عن شو عم بحكي. لا ما بعرف، خبريني، ما بتخسري شي. والاتصالات والتليفونات اللي عم تهدديني فيهم. انا؟ لا تنكري. ما رح انكر، ولو انا عاملة كنت حكيت. بدك تصدقي صدقي، ما بدك تصدقي إن شاء الله عمرك ما تصدقي. مرحبا روم. شو بها؟ شو بيعرفني طالع جنونة؟ طالع جنونة قلتيلي؟ مايس؟ مايس؟ هاي شو؟ شو صار معي؟ المشكلة إذا أنا شو ما قلت لك هلا ما رح تصدقني. يخرب بيت قلبك، شو كذابة؟ ما بدك تعترفي؟ بدك تتمك حبستيها بقلبك؟ ولك عم بقول لك بسامحك، بس احكي لي. مو الحق عليكي، حق علي أنا. حق علي أنا. طلعي طلعي فيني وقت أحكي معك، طلعي حطي عينك بعيني. ولك شايف كل شيء بعيونك. كل شيء عم بقرا وما بدك تحكي. شو بدي احكي؟ خرسي خرسي. اصلا كل اللي عايشين معي ما انا مرتاحين، كل اللي حواليي ما انا مرتاح، من اهلي وجر. انا شخص منحوس.
رح جايني بلي عرفتك فكري. بدك تحكي؟ يعني بدك تحكي. ماشي. نقلعي على الغرفة، نقلعي! وينه؟ ليش لهلا ما رجع؟ معقولة يكون عمل شي بحاله مثل ما قال الصبح؟ تخيلك يا ربي. اليوم كمان كان الشغل منيح؟ ايه الحمد لله، والعيادة كل مالها لأحسن. الحمد لله يا رب. شو بابا؟ اقتنعت مني لما كنت قلك إنه كل شي بيجي بوقته؟ اقتنعت. ايه بس هي الكلمة لحالها ما بتكفي. ايوه، شو المطلوب مني ساوي؟ انه مثلا انشر لك بالخط العريض بالجرايد انه انا فجأة اكتشفت اني غبي وانه ابني ما شاء الله بيفهم الحياة اكثر مني؟ لا حيشاك، انا بدي شيء ثاني. شو هو؟ يا سيدي بدي اياك تصير تستشيرني بالشغلات المهمة. ايوه، هات من الآخر شو بدك تقول؟ مشكلة سوسن ومعنى لازم نلاقي لها حل. والله بدك ما تأخذني لأنه أنا نظري ضعفان كتير. أنت نظرك أقوى من نظري. شايفتيني شي مشكلة اسمها سوسن ومعنى؟ بابا أنا عم بحكي عن جد. ولك هاي شغلة مالك علاقة فيها، لا تتدخل فيها. إيه بس سوسن أختي. بالله عن جد؟ بترجاك. أنا اللي بترجاك. هذا الموضوع مالك علاقة فيه، لا تتدخل فيه. رجع؟ لا ما رجع. طيب قبل ما يطلع ما قال لك شيء؟ ولا شيء. يا ربي دخيلك، يا ربي يا ربي دخيلك. طولي بالك امي، طولي بالك، بيكون عند واحد من رفقاته. فصلي بخالك خليه يطلع هو والشباب يدوروا عليه. لا ماما، ما بدي اخلي قلوب العالم تغلي على الفاضي. هلا شوي ما تشوفي غير دق الباب. طيب بلكي صاير معه شيء. امي من هون لساعة إذا ما إجا بعمل يلي بدك إياه، بس روقي هلا. احكي لي بصراحة، صاير شي جديد؟ والله ولا شي، ولا شي أبدا. أنا بلشت أخاف عليه. شو ما يكون صاير منه شي. ما في شي، ما في شي، لا تخافي. إن شاء الله خير. ما في شي. إن شاء الله خير يا ربي. لك ابني فوت بالموضوع، لا تطول وقت على حالك. أبو نورس مستحيل يعطيني بنته إذا ما أنت شهدت بالمحكمة لصالحه. بدك يعني أشهد شهادة زور لك ابني؟ لا بابا، أعوذ بالله، ما هيك قصدت أنا. لكن شو؟ قصدي إنه ناور عليه بس لبين ما نتزوج أنا وسوسن. كيف؟ بنقول له إنه أنت رح تشهد لصالحه بالمحكمة، وأنا بطريقتي بأجل جلسة استجواب الشهود لبعد ما نتزوج. الله يسامحك، خيبت أملي فيك لك ابني. بعيد الشر. اسمعني منيح، أنا رح أذكرك بكلمة قلت لك إياها وقت اللي تخرجت. مو المهم لوين بدك توصل، المهم كيف بدك توصل. فهمت؟ أكيد، بس كمان أنا وسوسن هلكنا. معلش، بس بالأخير
إلا ما ربك يفرجها وتكونوا لبعض. بالمناسبة أخوك رائد اتصل وقال جاي بعد كم يوم. ليش خلص معسكره الإنتاجي؟ هيك الظاهر. قلتلكم وين كنت لهلا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. وين كنت لهلا تلفت أعصابنا؟ طولي بالك طولي بالك علي. كل الشغل. وشو هو هذا الشغل؟ شغل أمي مشغول شبكي. تسلم يا مزوي. من حقك علي أمي أنا آسف. بس كنت قاعد لحالي وعم فكر على رواق. إلهام حبيبي حطي ببالك مالك عزمنا على عيد ميلاد بنته اليوم بالليل. إذا بدك أنت روح أنا ما في. شو ما فيني؟ إلهام شو قصتك؟ بدك تجنني أنت؟ شبك ليش عصبت؟ ما بدي روح. لك يا مخلوقة فهميني شوفي ليش هيك؟ صار لنا شهر حياتنا مقلوبة فوقاني تحتاني شوفي. أنا ماني شايفة الشي مو طبيعي عادي كل شي عم بيصير عادي. كل هذا الشي اللي عم بيصير تقولي لي عادي؟ حكي في شي قولي. اسأل حالك إذا حاسس بشي مانو طبيعي. والله سألت حالي ما في شي. ارجع اسأل حالك تاني مرة. لك خلصنا لا تجنني لها قلي لي شوفي وريحيني الله يوفقك. عم قل لك ما في شيء. شلون ما في شيء؟ ممكن لو سمحتي تروقي تهدي تصارحيني شو اللي مضايقك شو اللي زعجك ممكن؟ نتصارح؟ ايه ليش لا؟ بس مو هلا، هلا عندي اجتماع ضروري، بنحكي بعدين، خاف راحتك. شو المخلوقة؟ راح تجنني يا الله. والله اللي ما له حظ لا يتعب ولا يشقى. هو كيف عرف انك حكيتي؟ ما بعرف، ما انا هذا اللي مجنني كمان. كثير غريب ميس، اذا لا انا ولا انت حكينا هو شلون عرف؟ ما بعرف. سوسان قولي لي كيف بدي ارجع اكسب ثقته؟ حاولي تقربي منه باي طريقه. كيف بدي احاول؟ ما هو بيطلع من الصبح ما بيرجع لاخر الليل، ما في مجال حتى احكي انا وياه. معناها صح مثل ما قال لعمتي محتاج يفكر على رواق. ها حبيبي بكره تطلع نتيجه هالتفكير شي مصيبه ثانيه تنزل على راسي. عم اتحمل شي بقى. كيف يعني هددتك؟ مثل ما قلت لك، قال بدها تخبر حسام بعلاقتي فيك. اتبلط البحر، تخبره. كيف يعني خليها تخبره؟ انت بتعرف انه حسام مجنون، وإذا دري بالشي اللي بيني وبينك ممكن يقتلني ويقتلك. اطمني، حسام ما راح يعرف شي، إلا إذا أنت اعترفتي. طيب، خلينا نعالج الأمور بطريقة تانية. كيف يعني؟ يعني بتيجي بتطلبني من أهلي رسمي. وبنخلص من كل هالقصة. خلصنا روعة، خلصنا الله يرضى عليكي، بكفي تضغطي علي. فؤاد، صدقني أنا ما عم بضغط عليك، بس أنت راعي ظرفي شوي. حاضر حبيبتي، تكرم عيونك. اليوم المساء بالليل راح أصفن على أقل من مهلي وفكر، أكيد لازم لاقي حل. ميس! ميس! أهلين حبيبي. مين إجر عندك اليوم؟ أجت أختي سوسن وراحت. خير إن شاء الله. رح سخن لك تاكل. لا لا ما في داعي. باقي لعندي هدي هون، في حد بده يحكي معي. يا خير حبيبي. أنا فكرت بموضوعنا وما لقيت غير حل واحد بيناتنا. طلقني؟ لكن شو؟ تجوز رفيقتك ناهد. شو هاد؟ ايه من حقي يتجوز وحده شريفه وما يكون عندها علاقات قبلي. لا انت اكيد مالك بوعيك. انا بوعي وانت اللي بدك تعرفيني عليها. فكر شوي غالب. لك انا بحبك وبموت فيك. هذا الموضوع منتهي حبيبي. حبك مرسو ليه؟ ما قلت لك هالكلمه بدك تسكريها لسانك منوب؟ حاضر حاضر. بدك تتجوز وحده خيري؟ روح اتجوز. ألف بنت بترضى فيك بس أنا ما رح أحكي لك مع وحدة تانية. مو المهم ترضى فيني، المهم تكون شريفة. بس تأكد منها أنه ما تتجوزها. ما بقدر أتأكد، طلعت ما بتص. بفكر الوحدة شريفة بتقوم تطلع. اللهم عافينا.
ممنونتك. تاني مرة ما بتاخدي وبتعطي معي، بتنفذي اللي بقلك عليه وبس. بس صدقني البنت الشريفة ما رح تقبل تهدم بيت رفيقتها. هاي الشغلة تركيها علي. عم تحكي معها هلا ولا بكره الصبح؟ ما رح احكي معها. شو؟ من المزاج ما رح احكي معها؟ مو على كيفك ولا؟ لا على كيفي، لك هددتي بتسجيل وهددتي انا معيته. اه محيتي؟ ايه محيته. اذا مو صدقني روح شوف الكاميرا. ان شاء الله فكرتيني اجداب. ولك يا غشيمة عامل 10 نسخ منه. هي نسخة على الموبايل كمان موجودة. تفضلي اكبسي بلاي شوفيها على مهلك ولما تخلصي ناديلي. اكبسي بلاي. ما بخاف قول كل شي بقلبي وشو اللي صار. ما بخاف لو حكيت الجنة تقلب نار. شو بخاف احكي لك شي مرة عن عذابي، اشكي لك علي قهر شبابي. ماما لساتك قاعدة؟ ما نهستي؟ لا أمي، روحي نامي. بالله شبكي، شوفي ما في شي. متضايقة من غالب؟ ايه صار إنه الأسباب الظلمة بينتقلوا بالوراثة من جيل لجيل. الله يسامحك. عن جد عم تشبهي غالب لبابا؟ غالب شي وبابا شي تاني. وعلى فكرة شو ما عمل غالب بميس ما بيجي نقطة باللي عمله بابا فيكي. إن شاء الله. قلك شي، ما في رجال بكل هالدنيا منيح، كلهم أقسى وأقرف من بعض. والله إذا بصح لي أمسك عود كبريت وحطهم كلياتهم هيك بقلاية لأحرقهم كلهم وما أخلي ولا رجال على هالدنيا. روحي نامي، روحي نامي. إيه رايحة، تصبحي على خير. روعة، خلصي فطورك وتعي، بدي احكي معك شوي. شو في؟ ما بعرف، امبارح المسا كان بدي كثير، بس ما حكى شيء. وانت ما سألتي؟ سألت، ما جاوبني. انت وين رايحة؟ كفي أكلك؟ ما عاد إلي نفس. روعة، بدي ضايع عليك يا أمي، ما تتخانقي معه. والله مو ناقصني وجع راس. خلص ماشي. خير حسام؟ شو في؟ والله أنا اللي بدي أسألك شو في. ما فهمت عليك، شو يعني؟ هاتي لشوف، شو صاير معك بالشغل؟ مو صاير شيء. متأكدة؟ حسام فهمني، ليش هيك عم تحكي معي؟ شو في؟ سمعت إنك متورطة بمشكلة كتير كبيرة. أنا؟ ايه انتي، مزبوط ولا لا؟ لا مو مزبوط، انت من وين بتجيب هالحكي هاد؟ امبارح بالليل حكت معي وحدة وقالت لي اختك متورطة ورطة ما عم تعرف تطلع منها ولازم تساعدها، شو رأيك؟ ومين هي المرة؟ ما قالت لي شو اسمها، قالت انها رفيقتك بالشغل. شو رقمها؟ كمان رقمها ما طلع عندي. ايه معناته هي شي وحدة غيرانة مني لأني باخد حوافز أكتر منها. ومنين جابت رفيقتك رقمي؟ بلكي سرقته من موبايلي. هالقصة كلياتها أنا ما ارتحت لها. شوفي روعة، إذا بيوم من الأيام بدرى إنك خبيتي عني شي رح كون مزعوج خير الله، ماشي؟ طمن، ماني مخبي عليك شي. فتحي لازم أخلص من روعة بأي طريقة أحسن ما يخرب بيتي. ما رح تستفيد شي،
لأنه أنت مو من النوع اللي بيكتفي بمرة واحدة. بكرة بس ترجع الأمور تهدى بينك وبين مدام إلهام إلا ما ترجع تفكر بنزوة جديدة. حتى لو فكرت بنزوة جديدة لازم أنقذ بيتي يا أخي. أكيد، بس ما رح تقدر تنقذ بيتك حتى تكون الأمور واضحة قدامك تماما. كيف يعني؟ يعني مثل ما قلت لي قبل كام يوم، لازم نعرف بالأول مين هي اللي عم تحكي معكم وشو حاكي مع المدام إلهام بالضبط. حاولت كتير يا فتحي، حاولت كتير بس ما قدرت. صارح روعة، لأنه اللي عم تحكي معكم أكيد هي قريبة منها. مالو وين يعني؟ بالمكتب. حاضر. غالب خلينا ننسى الماضي واعطيني فرصة تانية وبوعد اكو حق الله ما اتكذب عليك. ما بتقدري، ما صعبة. طيب جربني. جربتك مرة، كم مرة بدي جربه؟ اعطيني فرصة آخر مرة. حكي مع نهد. غالب بترجاك. لك ما بتفهمي، اسلخي كف الرزنانة قبل هيك. حكي معه، اعملي حالك على اساس مو متضايقة، اوعي تحسسيها بشي. هون هيك حكي. الو، مرحبا طنط، ممكن احكي مع ناهد؟ كيفك ناهد؟ تمام ماشي الحال. حاجتك بقى لو اشتقتي لك انت جيتي لعنا. ايه اهلا وسهلا، بانتظاري بكره. ماشي حبيبتي، باي باي باي. شو قالت لي؟ بكره بعد الظهر جاي. برافو عليك يا شطوره، برافو. شفتي كيف بتكذبي؟ حسيتي على حالك؟ هيك عم تكذبي علي، عملتي حالك قدامها على اساس ما في شيء. لك يخرب بيتك، شو زلالة؟ جنس عاطل. والله جاي عبالي فعسك تحت رجلي بس ما حوسخ ايدي. في واحد عامل لك شكر بالجريدة، قال لك انك انقذت مرته. اوف، مين هاد؟ ما بعرف اسمه، المهندس محمد غانم. محمد غانم بهي الجريدة؟ ايه، بحياتي مو سامع بهالاسم. لكن ليش عم تشكره؟ اكيد شي لعبة من لعب الوالد، بده يشهرني باي طريقة ما بيعرف كيف، وانا هي القصص حتى ما بحبها. ليك ويوم. شو رايك اعمل لك فنجان قهوة؟ لا لا، فوتي لي واحد من المرضى اللي برا عجق كثير. طيب خذي هي معك. يعني ما تزعلي مني روى، في شيء ما بيفوت بمخ البني ادم؟ مين هي اللي بدها تهددك وتهدد اخوك؟ ما حدا. انا اسفه، انا كذابه. لا يا حبيبي ما قصدي هيك، انا اسف، بس يعني قصه عن جد غريبه وما بتتصدق. طيب هلا شو الحل؟ هلا الحل لازم نعرف مين هي وشو قصدها من هالاتصالات. معقول تكون إلهام؟ هلا الأكيد إنه مو إلهام اللي عم تتصل، بس إذا بعت حدا يتصل فينا ممكن بجوز. روعة بدي أسألك، أنت ما خبرتي شيء أبدا؟ خلصنا بقى فؤاد، كرمال الله خلصنا. لسه كل مرة بتسألني نفس السؤال وبجاوبك نفس الجواب. لك خلص بقى، ريحني وريح حالك. لك حبيبتي ليش عم تضوجي؟ روقي شوي لفهمك شو القصة. المشكلة مثل ما هي عندك عندي، كمان في وحدة عم تتصل فيني وتحذرني منك وعم تعطيني معلومات كثير صحيحة. شو يعني؟ شو يعني؟ شو بيعرفني؟ أكيد ممكن تكون وحدة قريبة منك كثير وبتعرف بتفاصيل علاقتنا
وعم تهددك وعم تهددني مشان تخرب هاي العلاقة. بس نحن ما حدا بيعرف شي عن علاقتنا، وخاصة موضوع الزواج. روعة أرجوكي فكر منيح وتذكري، تكوني حاكي لحدا. خلصنا بقى فؤاد، خلصنا مشان الله خلصنا. ايه أنا بحياتي بحياتي كلياتها ماني فاتحة موضوعك قدام حدا. معناها هيك ما استفدنا شي حبيبي. والله العظيم أنا تعبت تعبت، ريحني بقى ريحني. خلاص تركيني هالكام يوم فكر، وإن شاء الله بصير خير. يعني رح تعلن زواجنا؟ أكيد حبيبي، أكيد رح أعلن زواجنا، بس خليني أختار الوقت المناسب بالأول. الجمعة منروح على الملاهي ناكل بيتزا وبطاطا وهمبرجر، ماشي؟ بس انتوا اسمعوا الكلمة. يلا حبيبي اعطي على النوم، يلا يلا مامي، يلا يلا بونوي، يلا صباح على خير، يلا باي. الو، بعرف انك بتتضايقي كل ما بتسمعي صوتي، بس شو اعمل بحالي؟ ما بقدر نام اذا ما اطمنت عليك. لا بالعكس، انا كان بدي اياكي تتصلي لاحكي معك. معناها صاير معك شيء جديد وحابه تستشيريني؟ لا بس بدي اسالك، انت بعتي لي صوره عن الوثائق، ليش ما بعتي لي الوثائق الاصليه؟ ايه هذا حديث طويل. لانه هالوثائق اكيد مزوره وما لها اساس من الصحه. الظاهر صاير خيالك واسع كثير يا مدام. إذا أنت عن جد بهمك مصلحتي وبدك تساعديني، بعتيلي الوثائق الأصلية. الظاهر فهمتيني غلط يا مدام. أنا ما بدي إياكي تدمري زوجك، أنا بدي إياكي تكسري عينه وتحمي حالك من غدره. وأنا هذا اللي بدي إياه. معناها الصور اللي عندك بدك فيكي، شو بدك بالوثائق الأصلية؟ بس أنا واقف معي كثير. باي. شو قصتك انتي؟ ميس لهون وبس، يعني إذا رح تضلي مستسلمة لغالب وجنانه رح يضل يزيدها. شو اللي طالع بإيدي أعمله وما عملته؟ لك طنشي، لا بقى تردي عليه، خليه يعمل اللي بده إياه. بدمر سمعتي وسمعت أهلك، شو بكي؟ ما بيقدر لأنه سمعته من سمعتك. لا بيقدر، غالب بس يحط قصة براسه بيساويها وبيساويها. يعني شو ممكن يعمل؟ ما بعرف. خبر أبوكي ويخبره. بالله هيك بالبساطة يخبره يمسكاكي. ايه هيك بهالبساطة، لأنه أي شيء ممكن يعمله أبوكي هو أهون من الشيء اللي رح يعمله غالب معك. خلص سوسان خلاص، عم تحكي وكأنك ما بتعرفي أبوكي وما بتعرفي نحن عايشين بهالبيت. السبت اللي خبر أبوكي. ايه حبيبي، تتجنني لسه؟ ايه أنا عند ميس أختي هلا، بس أطلع برمي لك رني. الله بخيطك. يلا باي. أحيانا بحسك غشيمة أو ما بتعرفي تفكري. إيه صح أنا الغشيمة. شو هالليلة الشريفة يا خالي، إن شاء الله بتتهنى العمى. ميس بترجاكي فكري بكلامي منيح، وأنا واثقة إنه رح تلاقي إنه معي حق. إن شاء الله. معناها رح تقلك المسا وأسألك شو صار معك. لا لا ما بدي أقول المسا، خلص اركي يلا بكره أنا بحاكي. طيب أوكي، بدك شي؟ سلامتك، سلمي أمك. الله يسلمك، باي. باي. ايه خال، هلا طلعت بهالثانية. ماشي خال، الله يخليك، لا تجيب سيرة لسامر وما تعمل مشاكل مع مان. خلص بخبرك اي شيء بصير معي، وانت خبرني. مع السلامة. بدك تنقذي اختك؟ ماشي يا ست سوسان، لك روحي انقذي حالك بالاول. بسيطة. مرحبا. لك ليش تأخرتي؟ ميس ما خلتني أطلع. آخ من ميس بس، صحي شو أخبارك؟ منيحة مبسوطة. وأختك حلوة؟ اشتقت لك كثير. إيه صدقتك. هذا هو الوعد اللي وعدتيني إياه يا أنسة.
بابا انا بس بدي الي على البيت ولي ولا كلمه. عمي بس كلمتين. عم الدباب بعدك حكي معي لساتك واقف بالحركه. عمي خلينا نحكي بس كلمتين. ما في شيء الحكى بيني وبينك، هي كلمه واحده بس. اذا مره ثانيه بشوفك عم تحكي مع بنتي او عم تحاول تحكي معها رح حاسبك، مو بس انت، انت وكل عيلتك. عمي ابو نورس بس خلينا ولا كلمه. عمي ابو نورس الله يوفقك. اهلين ابو نورس. وين هي الكلبه؟ هدي بالك شوي الله يخليك. وينها؟ في اوضتها. بدي اياكي مع كلمتين تفوتي على المطبخ، ما بتتدخلي نهائيا. عم تسمعيني لي سوزان؟ سوزان! في واحد عامل لك شكل بالجريدة قال لك انك انقذت مطبخ. اوف، مين هذا؟ ما بعرف اسمه، مهندس محمد غانم. محمد غانم؟ من اي جريدة؟ بحياتي ما سمعان بهذا الاسم. لك ليش عم تشكر؟ كل شيء لعبة من اللعب الوارد. بده يشهرني بأي طريقة ما بيعرف كيف، وأنا هي القصص ما بحبها. ولك شو عمل فيكي؟ ولك شو عمل فيكي؟ والله حتجنيني، شو عمل فيكي؟ هذا موبايلك ليه؟ هذا موبايل. أي اتصال من هلا ورايح ما في. طلع من البيت ما في. عم تسمعيني؟ عم تفهميني؟ حاضر بابا. وإذا هو بيتصل فيكي فورا ما تخبريني، فهمتي؟ بدك تشرطيني؟ ولك انت ما بتفهم بالحكي يا ابن الكلب، انا بفرجيك. انا بخجل منه ابي، بخجل منه من اللي بيساوي. يا سوسن هاد بضل ابوكي. لو انه عمو ابو معن رضي يشهد معه بالمحكمه ليسرق اولادها لايتام ابو عماد، كان وافق على زواجنا وما كان عمل كل اللي عمله. يا حبيبتي الحكي هلا شو بفيد؟ ما بفيد شيء. وهو كمان اللي عم يعمله ما رح يفيده شيء، إذا بيعمل قد هيك على مليون مرة ما حيستفاد شيء. شو يعني؟ يعني أنا ما رح أترك معي، ما رح أتركه، فهموها بقى، ما رح أتركه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله حاسة هالقصة ما رح تنتهي على خير. بابا بترجاك، حاول تحكي مع أبو نورس بأي طريقة. أنت خايف منه؟ لا طبعاً. خايف على سوسن. خايف يأذيها حتى يحرق لي قلبي. طب أنا شو فيني أعمل؟ بابا أنت عندك قدرة على الإقناع كتير كبيرة، يعني بلكي بتحكي معه بركضا بيغير هيك قناعته أو شيء. يا ابني الإقناع بفيد مع شخص ما بيعرف الحقيقة، بس اللي بيعرفها وما بتناسبه مستحيل تقدر توصل معه لأي نتيجة، لأنه مشكلته بالأساس هي مصلحة مو مشكلة قناعة. يعني ما في حل؟ أنا ما قلت هيك، بالعكس أنا قناعتي بالدنيا إنه ما في مشكلة إلا وإلها حل، خصوصاً إذا كان عندك الصبر الكافي لحتى تلاقي هالحل ويكون عندك الحكمة لتقدر تنفذه مشان ما ترتكب أخطاء على الطريق. بابا كأنك عم تحذرني من شيء. طول عمرك تلقطع الطاير مثل أبوك. بس هلأ عقلي مسكر شوي. أنا قصدي ما تخلي الشيطان يوسوس براسك يخليك تفكر بأشياء مو مناسبة بحجة إنقاذ سوسن. بدك الصراحة؟ بلشت تفكر باشياء بحياتي ما كنت متخيل حالي انه فكر فيها. اياك تفكر تتزوج سوسن بدون رضا اهلها. واذا اهلها ما وافقوا؟ بتحاول معهم مره ومرتين وعشره. المهم ما تفكر بالغلط، لانه بس بلشت تفكر بالغلط رح تتسكر بوشها كل الطرق السليمه. عادل كرماله لله، عم اقول لك ماني قدراني، تعبانه ما خرج اطلع لمحل. طيب ريح حالك من الشغل شي يوم، مو معقول كل مرة بنتفق نطلع نتغدى سوا، بتيجي تفقسينا بآخر لحظة. شان يعني بعتبر إنه بكره موعدنا.
لك عادل، إذا بتريد بعمرك ما تصير لبخة. أنا بس كون هيك حس حالي مرتاحة وجا عبالي اطلع لمحل بجي لعندك وبقول لك بليز عادل طالعني مشوار. طيب مثل ما بدك. أنا رح روح. ارتاحي أنت هلا. أي وما رح أتصل فيكي لحتى أنت تتصلي فيني. إيه أوكي بكون أحسن. عن إذنك. وين عادي؟ راح. ليش ما ضل يتغدى معنا؟ لأني ما عزمته. يا عيب الشوم عليك يا منى. لك امي انت ليش هيك عم تعاملي؟ لانه لزقه ولانه لبخه ولانه عم يخنقني ولانه من لما اجى لهلا يوم واحد ما عتقني، بيجي وبيقعد ساعه وتنتين وثلاثه وبس يروح يلا 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 على التليفون. اي حاجه بقى. ايه بس هذا الشيء لازم يفرحك ويبسطك مو يضايقك. لا ما رح يبسطني، واذا بدي اكون مبسوطه خليه يحل عني شوي، اشتاق له يعني ما معقول. واختك سناء طمنيني عنها، شو اخبارها؟ شو صار فيها؟ الحمد لله منيحه. بدها تتجوز. برافو، الله يتمم لها على خير. وانتي شو في بالجو؟ لا بالجو ولا بالبر، مثل ما تركتيني على الحال. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا اختي؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله الله يخليك. ناهد رفيقتي، فيك تقول مثل اختي. تشرفنا، اهلا وسهلا فيكي. انا ازدادت شرفي. بدي اسالك، انت كمان مثلها؟ دارسة معهد هندسي؟ ايه مبلا، دارسة معهد هندسي مثل ناس. وعم تشتغلي بشهادتك؟ لا لسه. جيتي بوقتك، وان شاء الله بتعرفي تشتغلي هالاوتوكاد. طبعا اكيد بعرف. ممتاز. ميس حابب تضل ست بيت، يعني بشتغل البيت، وانا بصراحة بحاجتك.